بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم زميلتكم دكتورة هاجر محمد، طبيب امتياز. وان شاء الله هنشرح في الفيديو ده موضوع بسيط جدا في النساء، وهو البري تيرم ليبر. في الاول بس كده عايزين نعرف يعني ايه بري تيرم ليبر. احنا عارفين ان الديفينيشن في النساء مهم جدا، ودكاترة النساء يعني بيحبوا الديفينيشن. فايه هو معنى بري تيرم ليبر؟ بالبلدي خالص، ان الست تولد بدري عن ميعادها. طيب يعني ايه برضو؟ يعني الى يعني ايه المقياس او الفيصل ان هي ولدت بدري او ما ولدتش بدري؟ بنقول ان اهم حاجه عندي ان الست تكون والده قبل الاسبوع 37، تمام؟ لان هي لو ولدت بعد كده ما بعتبرهاش بري تيرم ليبر. ف الست لما تولد قبل الأسبوع 37 دي بيبقى بري تيرم ليبر. ولازم يكون عندي شرط كمان عشان أقدر أسمي الولادة دي إن هي بري تيرم ليبر، إن هو يكون في فيتال فيابيليتي. يعني دلوقتي تعريف البري تيرم ليبر إن أنا بدأ يحصل عندي ولادة، الأونست أوف الليبر بدأ إمتى؟ بدأ قبل الأسبوع 37، ولازم يكون الفيتس اللي نازل ده فيابل، يكون في فيتال فيابيليتي. لا اما لو ما كانش في فيتال فيابيليتي فدي بنعتبرها حاجه ثانيه اسمها الانترا يوتراين فيتال ديس. فتاني يا شباب، يعني ايه بري تيرم ليبر؟ انسس اوف ليبر قبل الاسبوع الكام؟ السؤال ده مهم جدا. قبل الاسبوع 37، باضافه شرط صغير كده ان الفيتس بتاعنا يكون فيابل. بعد بقى ما عرفنا الديفينيشن، عايزين نعرف ايه هي الاسباب اللي تخلي الست تدخل في ولاده مبكره. بنقول ان جزء كبير جدا او 50% من الحالات بتدخل فيه ولادة مبكرة بلا سبب، يعني ايديوباثيك. وفي الجزء التاني من الحالات اللي بيحصل لها ولادة مبكرة بيكون في عوامل بتبريدسبوس ان الولادة دي تحصل بدري. طيب العوامل دي ايه هي؟ كتاب دكتور محمد عبد السلام مقسم لنا العوامل اللي بتبريدسبوس اللي بتساهم في الولادة المبكرة لخمس عوامل. كل واحد، كل عامل من العوامل دي تحته بوينت، يعني عناوين صغيره عنه. طيب ايه العوامل دي بوجه عام؟ بنقول اول حاجه الباست هيستوري، تاني حاجه سوشيو ايكونوميك فاكتور، والترايات. الترايات ده حاجات، عوامل متعلقه بالام، عوامل متعلقه بالطفل، وحاجات متعلقه بيك انت كدكتور. نقول تاني الفاكتور اللي بريديسبوز للبريترم ليبر، البريترم ليبر جزء كبير منها بيحصل ايديوباثيك، حوالي 50% من الحالات بلا سبب ومن دون اي حاجه بريديسبوز للموضوع ده بيحصل لهم بريترم ليبر. طيب هل في نص تاني من الحالات في فاكتورز بتاثر ان هم يدخلوا في ولاده مبكره؟ بنقسمهم لخمس عوامل كبار. اول حاجه باص هيستوري، تاني حاجه سوشيو ايكونوميك فاكتور، والترايات بتاعنا، العوامل المتعلقه بالام، والعوامل المتعلقه بالطفل، والعوامل اللي ممكن تعملها انت كدكتور تبريدسبوز ان الام دي تدخل فين في ولاده مبكره. تعالوا بقى نمسك كل بريدسبوزنج فاكتور للبريترم ليبر من دول ونبدا نشرحهم بالتفصيل شويه. اول حاجه اتفقنا عليها بتبريدسبوز للبريترم ليبر ان الام يكون عندها بريفيوس هيستوري او يكون عندها باست هيستوري. طب يا ترى بريفيوس هيستوري او باست هيستوري ايه بالظبط؟ احنا عندنا قاعده مشهوره جدا في النساء، وانس اوكيرد اتري اوكير. يعني ايه وانس اوكير اتري اوكير؟ يعني على سبيل المثال لو الام مثلا سقطت قبل كده في اول حمل، فوارد جدا ان هي تسقط في تاني حمل. لو الام قبل كده دخلت في ضغط حمل، سهل جدا الحمل الجاي تدخل مره كمان في ضغط حمل. لو الام ولدت مره بدري عن ميعادها، سهل جدا الحمل الجاي بتاعها تولده هو كمان بدري عن ميعاده. طيب ليه هي يعني ليه الام مثلا، نفترض مثلا الام بتولد وكانت يعني ولدت قبل كده بدري عن ميعادها، فبتولد في الولاده الثانيه، ليه هي ولدت بدري عن ميعادها في الولاده الثانيه؟ لان هي ولدت بدري عن ميعادها في الولاده الاولى. بس ده فاكتور يكفي ان هو حصل قبل كده، يكفي ان هو يبريزبوز ان الموضوع ده هيتكرر او هيحصل تاني. فبنقول ان الام لو كان عندها بريفيوس هيستوري اوريدي البريترم ليبر، ولدت قبل كده بدري عن ميعادها، او لو كان عندها قبل كده بريفيوس هيستوري ان هي حصل لها ابورشن في الفيرست ترايمستر او سكند ترايمستر، فسهل يحصل لها ابورشن مره كمان في الثيرد ترايمستر. فالحاجات دي كلها بتبريدسبوز ان الام تدخل في ولاده مبكره اللي هي البريفيوس هيستوري او وانس اوكيرد ات ري اوكير.
تاني عوامل او تاني فاكتور من الفاكتور اللي بتبريدسبوز للبري تيرم ليبر هو السوشيو ايكونوميك فاكتور. على سبيل المثال معروف جدا ان اللو سوشيو ايكونوميك كلاس اكثر عرضه لمشاكل الاوبستريك والجاينا بوجه عام. ليه بقى؟ خاصه ليه هم اكثر عرضه للمشاكل والكومبليكيشن في حالات الحمل والولاده والحاجات دي كلها؟ لان زي ما احنا عارفين اللو سوشيو ايكونوميك بيكون شويه عندهم مال نيوتريشن، الحاجات اللي الست بتحتاجها اثناء الحمل بتحتاج لتغذيه وبتحتاج لعناصر غذائيه معينه، بتبقى في اكلات معينه او في وجبات معينه صعب ان اللو سوشيو ايكونوميك يعني يأفورد الحاجات دي. بلس ان الست طبعا بتحتاج لفيتامينز ويعني زي الفوليك اسيد والحديد والحاجات دي اللي هم اصلا اللو سوشيو ايكونوميك ما بيهتموش بالموضوع ده خالص، يعني مش عندهم حاجه رفاهيه ان هم يروحوا يشتروا من الصيدليه شريط برشام فوليك اسيد ولا مالتي فيتامينز والحاجات دي كلها، دي مش من الاولويات بتاعتهم. فبتبقى عندها مال نيوتريشن، فيتامين ديفيشنسي ومينرال ديفيشنسي، فالحاجات دي طبعا بتدخلها في مشاكل ولاده زي مثلا ان هي تولد بدري عن ميعادها. بلس برضو يعني بنقول ان اللو سوشيو ايكونوميك غالبا الهيجين، يعني الهيجين عندهم شويه بتبقى يعني فيها ديفكت شويه، فده عرضه اكتر ان هم يحصل لهم انفكشن اثناء الحمل، والحاجات دي برضو بتبريدسبوز ان هم يدخلوا في بري تيرم ليبر. بعد كده بنقول ان الست لو كانت صغيره قوي او لو كبيره قوي وحملت، دي بتبقى برضو اكثر عرضه للمشاكل او الكومبليكيشن اللي ممكن تحصل اثناء الحمل. كنا بنقول يا دكاتره ان اليونج ايج او الاولد ايج الاكستريم اللي هي بتاع الايدج دي بتخلي برضو الفيميل عرضه ان يحصل لها مشاكل اثناء الحمل، لان برضو الاولد ايج بتفتقد برضو العناصر الغذائيه، خلاص بيبقى جسمها يعني احنا عارفين الاولد ايج بتبدا المينرال تقل من عندهم، بيبدا يحصل لهم ديفكت في الفيتامينز، فدي نفس الفكره بالظبط. وهكذا برضو الفيري يونج ايج يعني بنقول ان البنيه الجسميه بتاعتها ممكن ما تكونش مهيئه قوي ان هي تستقبل جنين لمده مثلا ايه اكثر من 37 اسبوع، فبالتالي الفيري يونج ايج والفيري اولد ايج ده بيبقى عرضه اكتر لمشاكل الولاده ايا كانت هي ايه، ومنها البري تيرم ليبر. اخر حاجه طبعا في السوشيو ايكونوميك هو السموكينج. السموكينج ده بلوى من بلاوي الزمن، بيعمل كل البلاوي اللي انتم ممكن تتخيلوها. احنا عارفين طبعا السموكينج فيه كارسينوجينيك وفيه يعني بلاوي زرقاء ممكن تأثر على الام وتأثر على الطفل، فبالتالي تدخلها في بري تيرم ليبر. كده خلصنا اول تو فاكتور سهلين جدا، وهما البوست هيستوري او البريفيوس هيستوري وانس اوكير اتري اوكير، وتاني بريز بوزنج فاكتور عندنا هو السوشيو ايكونوميك فاكتور. طيب تالت فاكتور عندنا او بدايه المثلث، مثلث الموت زي ما بيقولوا، اللي هو العوامل الخاصه بالام والعوامل الخاصه بالطفل والعوامل الخاصه بالدكتور. هنبدا بالفاكتورز المتعلقه بالام. حاجه بديهيه جدا ان الام لو عندها مشاكل صحيه اثناء الحمل فده ممكن يعرضها ان هي تدخل في ولاده مبكره. والمشاكل الصحيه دي بنقسمها لاما تكون سيستميك ديزيز هي اوريدي موجوده عندها قبل ما تحمل، زي مثلا الام دي تكون مثلا الام دي تكون دايابيتك، الام دي تكون هايبرتنسيف، الام دي يكون عندها مثلا اي مشكله في الكارديو فاسكولار سيستم، عندها اللي هو الصمام، عندها اريزميا عدم انتظام في ضربات القلب، دخلت في هارت فيلير قبل كده. شائع جدا ان يكون اصلا امهات اوريدي عندهم مشكله مزمنه في القلب او في غيره من اجزاء جسمها وتحمل عليها. وبرده الرينال ديزيز يعني الكارديو فاسكولار ديزيز والرينال ديزيز، اي سيستميك ديزيز ممكن يدخل الام في بري تيرم ليبر. او ان الام اوريدي يكون عندها حصل لها مشكله لوكال، يعني مثلا هي حملت وكان عندها فايبرويد، هي حملت مثلا وحصل لها نزيف قبل الولاده انتي بارتم هيموريدج فلازم تولد دلوقتي فهتدخل مننا في بري تيرم ليبر. تمام، فبنقول ان الماتيرنال فاكتور لا اما اوريدي سيستميك ديزيز لا اما يكون عندها لوكال ديزيز وذ البريجنسي، اشهرهم ان الام غالبا بيكون عندها فايبرويد او ان هي تدخل في انتي بارتم هيموريدج. الفيتال فاكتور بقى الحاجات اللي خاصه بالطفل اللي ممكن تدخل امه في ولاده مبكره، برضو بنقسمها كده للتسهيل ان البيبي اتسلف يعني الجنين اللي جواها، الكائن اللي جواها ده هو اللي يكون فيه مشكله ما، او الكونديشن اللي حواليه البيئه اللي حواليه هي اللي ساعدت ان هو يتولد بدري.
من اكتر الحاجات اللي بتخلي الستات تدخل في ولاده مبكره ان الطفل اللي يكون جواها يكون عنده كونجنتال انوماليز. كونجنتال انوماليز دي لو عدى من الفيرست تريمستر ما حصلوش ابورشن، احتمال كبير ينزل في السكند تريمستر، ولو عدى من السكند تريمستر احتمال كبير جدا يعني يحصل له سقط او يحصل له بريترم في الثيرد تريمستر، او ان ال الست دي تكون حامل في multiple fetus، يعني تكون مثلا الستات اللي احنا بنسمع انهم بيحملوا في 3 او 4 او 5، الحاجات دي كلها بتعمل severe stretch على uterine wall فبتعمل contraction فتؤدي الى preterm labor. دي اشهر حاجتين في البيبي، وبالذات اشهر حاجة هي congenital anomalies بتؤدي الى preterm labor، او ان الكونديشن اللي حوالين البيبي يكون هو بيبي واحد ويكون بيبي كويس جدا بس الكونديشن اللي حواليه سيئة، المية مثلا اللي حواليه بدأت تقل، حصل حاجة اسمها رابشر وفي الممبرين، الأغشية اللي هي مغلفة الطفل وفيها اللي هو سائل الأمنيوتك فلويد والحاجات دي حصل فيها رابشر، بدأ ينزل اللي احنا بنسميها المية، نزلت على الست، المية نزلت على الست دي الأمنيوتك فلويد أو اللايكور اللي احنا بنقول عليه لايكور، ده بيبقى فيه بروستاجلاندين، البروستاجلاندين دي بتؤدي إلى انقباضات في الرحم فبرضه تؤدي إلى البريتر ميليبور، او ان اوريدي يكون في اوليجو هيدرامنس، يعني المايه اللي حوالين الطفل كبيره جدا، فبنفس فكره المالتيبل فيتس اللي هو بتعمل سيفير ستريتش على اليوتراين وول فيحصل كونتراكشن فالست تدخل في ولاده مبكره عن ميعادها. فتاني خدنا اول حاجتين من الترياد، الحاجات المتعلقه بالام والحاجات المتعلقه بالطفل. تعالوا ناخد الحاجات الاياتروجينيك، ان هو بنسميها انديوز، اللي الدكتور هو اللي بيعملها، الدكتور هو اللي بيدخل الست في ولاده مبكره اصلا. فبنقول ان الاياتروجينيك فاكتور بنقسمها لثلاثه ايتمز، اندكشن الدكتور هو اللي بيقرر ان الست لازم تولد دلوقتي، واكيد من كلامي ده انتوا فاهمين ان اكيد في كارثه تطلبت ان الست دي هتولد دلوقتي، زي مثلا ان الست دي حصل لها بريماتيور رابشر اوف الممبرين انا بسميه البروم، حصل خرم في الاغشيه اللي مبطنه اللي هو اللي الكيس اللي الجنين فيه، وبالتالي بدات الميه تتصفح من حوالين الجنين، فالطفل ده الميه دي لو كميتها كبيره جدا الطفل ده خلاص، ما هي يعني بيبدا يعني اليوترس يضغط على الطفل، يعني يحصل له حاجه، يعني بصوا زي بالظبط ما تكون جايبه عايزه مثلا ايه احافظ على حاجه معينه، بروح جايباها وحطها في بالونه وحاطه البالونه دي في كافيتي، فالبالونه دي هتبقى ايه هي اللي منع ان الكافيتي يتطبق على الحاجه اللي جوه البالونه، فوانس ان حصل رابشر في الممبرين الميه اتصفت من حوالين الجنين، دلوقتي بقى اليوترس طابق على الطفل نفسه، فممكن يحصل ان الطفل ده يختنق ويموت، فلازم نولدها دلوقتي حالا. فالاندكشن ده الدكتور هو اللي بيقرره. الست دي مثلا دخلت دلوقتي في تسمم حمل وحصل عندها تشنجات اللي انا مسميها البري اكلامسيا والاكلامسيا، ودلوقتي لو ما ولدتش دلوقتي هيحصل يعني اللي هي والجنين الاثنين هيتاثروا، هيحصل لهم موربيديتي ومورتاليتي، تمام؟ فلازم دلوقتي انا اقرر ان الست دي تولد دلوقتي، فانا اللي بعمل اندكشن ده. برضو في حاجتين تانيين كانوا بيتعملوا زمان بس خلاص بقى دلوقتي اوبسليت، حاجه اسمها الامونيوسينتيزيس، دي كانوا بيعملوها في حالات الكوريو امنيونايتس لما الست يحصل لها انفكشن على اللايكور والامنيوتك فلويد يحصل فيه انفكشن وتبدا ان هي تسخن ودرجه حرارتها ترتفع وينزل عليها افرازات لونها سيء جدا، فكنا بنخاف ان هي تدخل في سيبتك شوك، فكان وسيله من وسائل التشخيص ان هم يسحبوا آل عينه يدخلوا بسترنجه يفضوا شويه او يعملوا شويه امونيوسينتيزيس، يسحبوا عينه من الام دي ويبداوا يحللوها ويعملوا لها مزرعه ويشوفوا ايه نوع البكتيريا، بس الكلام ده اصلا كله ما عادش بيتعمل دلوقتي. التكنيك ده برضو كانوا بيعملوه في حالات الاوليجو هيدرامنس لما الميه تكون كتيره قوي حوالين الجنين، يسحبوا شويه ميه ايه الف محاوله ان هم يعني يعيدوا البالانس بتاع الفلويد اللي حوالين الفيتوس، بس الكلام ده كله طبعا اوبسليك جدا، بيدخل الام في مشاكل كتيره جدا، بيدخل لها انفيكشن ملوش لازمه اصلا. دلوقتي الكوريو امنيونايز تشخيصه كلينيكال، بيتشخص على طول من الكلينيكال بيكتشر، وما عادش في حاجه اسمها ان نعمل امونيو سينتيسيس في حاله اوليجو هيدرامنس، بروسيجر بقى اوبسليت تماما. بس لما كنا بنعمله كان بيدخل الست في بريترم ليبر، ليه؟ انا بدخل بسرنجه جوه ال اكني بعمل لها ارتفيشال رابشر اوف الممبرين، يعني اكن انا اللي بخرمها بمزاجي، فطبعا الميه بتحصل لها ليكج كتير، اللايكور بيحصل له ليكج كتير، اللايكور ده يكون مليان ببروستاجلاندين تدخل الام او تدخل الرحم في انقباضات مبكره، وبالتالي يحصل ليا البريترم ليبر.
بعد كده البروسيجر الاخيره حاجه اسمها الاكسترنال كيفاليك فيرجن. الاكسترنال كيفاليك فيرجن دي كانوا بيعملوها في الاطفال البرزنتيشن بتاعهم بريتش، اللي هم البوتوكس بتاعهم هو اللي عند السيرفكس او هو الطفل بيتولد بالمؤخره بتاعته. فكان في محاوله ان الدكتور يجي يحاول يقلب الطفل او يعدل الطفل، يخلي راسه هي اللي تحت ورجله هي اللي فوق، يعني يخليه كيفاليك برزنتيشن بدل ما هو بريتش. البروسيجر دي بقى كانت بتنديوس ان كانت يعني من ضمن الكومبليكيشن بتاعها ان الام تدخل في بريتيرم ليبر، وبالتالي اصلا البروسيجر دي بقت اوبسليت. هي كمان دلوقتي اي طفل اصلا سواء اذا كانت بريتش او كيفاليك دلوقتي عادوا بيستسهلوا ويولدوه ايه سيزيريان سيكشن اصلا، يعني ده اللي بيحصل للاسف. يعني تمام، احنا كده عرفنا يعني ايه بريتيرم ليبر. بريتيرم ليبر معناها ان الام تولد بدري عن ميعادها. ايه يعني ايه المقياس او ايه الفاصل الزمني اللي اقدر اقول ان هو لو قبله يبقى بدري، اللي هو 37 اسبوع بشرط ان الفيتس يكون فايبل. طيب ايه البريديسبوز فاكتور اللي بتادي البريتيرم ليبر او ايه اسباب البريتيرم ليبر؟ والله 50% من الحالات ما احناش عارفينها. 50% التانيين اللي بيولدوا بدري في عوامل بتساهم ان هم يولدوا بدري، قسمناهم لخمس عوامل. ايه هم؟ البريفيوس هيستوري والسوشيو اكونوميك والترايات الماتيرنال والفيتال والياتروجينيك فاكتور. طيب تعالوا بقى نقول ايه الكومبليكيشن اللي بتحصل لو ست ولدت بدري عن ميعادها. يعني ده الام بيكون نفسها ان هي يعني الحمل بيكون عبء شديد جدا على الام، وخاصه كمان لو كانوا الاهل مترقبين وصول المولود ده، فايه المشكله يعني ما نولد الستات بدري ونخلص يعني؟ لا طبعا. البريتيرم ليبر ليها مشاكل رهيبه 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 بجد. تعالوا يلا نشوف ايه الكومبليكيشن بتاعتها. للتسهيل للمذاكره او للامتحان بنقسم الكومبليكيشن بتاع البريتيرم ليبر 3 و3. اول 3 من فوق كده لتحت، لو هنمسك الطفل على مستوى الطفل نفسه، لو هنمسكه من فوق كده البرين هننزل تحت على الشست بتاعه، وهننزل بعد الشست على الابدومن، وتلات حاجات تانيين بنقولهم في اي كومبليكيشن ميتابوليك هيماتولوجيكال وايمونولوجيكال السكيما اللي احنا حافظينها. اول حاجه على مستوى البرين، الطفل اللي بيتولد بدري عن ميعاده بيبقى عرضه اكتر لل الانتراكرينيال هيموريدج. ليه الطفل ده بيبقى عرضه اكتر للانتراكرينيال هيموريدج؟ لان اول حاجه بيبقى وهو بيتولد سهل جدا ان هو يحصل له تروما بسهوله. السكال بون بتاعه بيبقى فرايبل لسه او فراجايل، اي خبطه صغيره تقدر ان هي تاثر على البون وتاثر على الفيزل او الاستراكشر تحت البون، فبالتالي تدخله في هيموريدج. تاني حاجه تدخل الطفل ده مني في هيموريدج ان اوريدي اصلا الفيزل وول بيكون برضو هي كمان ويك. ليه؟ ده بريترم، طفل يعني مولود بدري عن ميعاده، وبالتالي كل الاستراكشر بتاع جسمه لسه فراجايل لسه فرايبل، ما خدتش الوقت الكافي في التكوين بتاعها. تالت حاجه ان الطفل ده بيكون عرضه للبليدنج تندنسي، لان الكلوتينج فاكتور اللي الليفر بيطلعهم لسه الليفر ما بيكونش ماتيور قوي ان هو يبدا يطلع لي الكلوتينج فاكتور دي، وبالتالي بيبقى عندي 3 فاكتور بتسهل ان الطفل ده يدخل مني في انتراكرينيال هيموريدج. بعد كده تعالوا نشوف الشست بتاعه. معظم الاطفال اللي مولودين بدري بيبقى عندهم حاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم. تعالوا نفتكر كده احنا خدنا الموضوع ده في الاطفال، كان الريسبيراتوري ديستريس سندروم ده عباره عن ايه؟ بنقول ان انا عندي الالفولار وول متبطنه، الالفيولاي متبطنه بنوعين من الخلايا، الفولار سيل تايب 1 والفولار سيل تايب 2، وكانت الالفولار سيل دي بتطلع ليها السيرفكتانت. السيرفكتانت ده اللي هو بيخلي الالفيولاي يعني انفليتد مش كولابسد. ولو انتوا فاكرين برضو السيرفكتانت ده بيتكون في مرحلة متأخرة شوية، يعني بيتكون بعد الأسبوع 37. حتى الحقنة اللي هي بتاع الكورتيزون الست بتاخدها قبل ما تيجي تولد حوالي بأسبوع ولا حاجة، علشان ايه يعني تنديوس ان يحصل ماتيوريشن للسيرفكتانت. المهم الطفل بيتولد بدري عن ميعاده ما بيتكونش عنده سيرفكتانت، الالفيولاي بتاعته بتبقى متطبقة على بعضها بتبقى كولابسد، فبيدخل في حاجه اسمها ريسبيراتوري ديستريس سندروم. طيب على مستوى الابدومن، اهم حاجه على مستوى الابدومن ان الليفر بتاع الطفل ده بيكون لسه اماتيور، فمن الواضح جدا ان الاطفال بريترم بتدخل في حاجه اسمها باثولوجيكال جوندس وليس فيسيولوجيكال جوندس. بتدخل في حاجه اسمها ايه؟ الباثولوجيكال جوندس. الباثولوجيكال جوندس دي بتبقى برضو الليفر اماتيور مش قادر ان هو يعمل يعني يخلصنا من البيليروبين، فبيبدأ البيليروبين يحصل له اكيوميليشن
فيبدأ يدخل الطفل في ايه، في جندس، والجندس دي بتبقى بقى مطوله معاه. ولو انتوا فاكرين كانت الباثولوجيكال جندس دي ليها كرايتيريا معينه كده في الاطفال كنا بناخدها، بنقدر نفرق ما بينها وما بين الفسيولوجيكال جندس. والاطفال اللي بيحصل عندهم باثولوجيكال جندس هم اكثر اطفال بيبقوا عرضه للكرينكتروس، البيلروبين بيكون الليفل بتاعه عالي جدا في الجسم، فيقدر بسهوله يعدي البلاد برين بارير ويعمل التشنجات او الفيتس اللي احنا بنسميها الكرينكتروس. احنا كده خدنا اول ثلاثة كومبليكيشن مشهورين، انتراكرينيال هيموريج، ريسبيراتوري ستريس سيندروم، والبريماتيور او الباثولوجيكال جوندس اللي بتحصل في البريترم انفانت. طيب الثلاثة اللي تحتهم هو الميتابوليك والهيماتولوجيكال والاميونولوجيكال. بالنسبة للميتابوليك كومبليكيشن، هو غالبا معظم الميتابوليزم بتاع الطفل ده متأثر، لان احنا زي ما اتفقنا مثلا لو هناخد مثلا السي اتش او الكربوهيدرات ميتابوليزم المسؤول عنها الليفر، هو اللي كان بيعملها الجلوكونيوجينيسيس والجلايكوجينوليسيس والحاجات دي كلها، والليفر لسه اوريدي اماتيور، فبتبقى العمليات دي في بينها امبالانس. طيب المحصله هتودي لايه؟ يا ترى هايبر ولا هايبو؟ لا، بنقول ان سبحان الله لقينا ان البريترم بيمشي رغم ان الدنيا ملخبطه عنده، هو بيمشي اكتر في سكه الهايبو في كل حاجه. يعني مثلا الهيت ريجولاتوري سنتر عنده بيكون لسه اماتيور، فتلاقوه بيدخل في هايبوثيرميا. طب ليه ما بيدخلش في هايبر؟ هو كده بنلاقيه بيمشي دايما في سكة الهايبو، الهايبوجلايسيميا والهايبوثيرميا. فدي بالنسبة للايه، للميتابوليك ايه كومبليكيشن ممكن تحصل. الهيماتولوجيكال كومبليكيشن، الطفل ده بيكون انيميك طبعا، لان البون مارو بتاعه لسه ما اشتغلش، الهيموبويسيس عنده لسه ما اشتغلش، الانزيمات او الاريثروبوتين هرمون اللي مسؤول عن الهيموبويسيس اللي بيطلع من الكدني لسه برضو الكدني اماتيور، لسه ما بتطلعش الهرمون، فبالتالي بيحصل عنده شويه ديلي في التصنيع المظبوط للار بي سيز، وبالتالي الطفل ده بتاعي بيدخل ايه، يكون انيميك او بيدخل في انيميا. بالنسبة للإيميونولوجيكال نفس الفكرة بالظبط، بيكون الجهاز المناعي بتاعه لسه ما تكونش، لسه إماتيور، فبلاقي الطفل ده أكثر عرضة للإنفكشن، ودرجة إيه يعني الإنفكشن على حسب يعني حدتها وكده، بس غالباً إيه يعني الجهاز المناعي ما بيقدرش يواجه معظم الإنفكشن، حتى لو كانت حتى يعني حتى لو كان بنسميها الباثوجينيست بتاع الأورجانيزم قليلة، برضو بتأثر على الطفل ده لأنه اوريدي الجهاز المناعي بتاعه مش مكتمل. فالكومبليكيشن ببساطة نسهل على نفسنا الدنيا ونسستمها في دماغنا، الأمور سهلة جدا وبسيطة، مش محتاجة على فكرة حفظ. إن الكومبليكيشن تلاتة من فوق لتحت وتلاتة مع بعض، التلاتة البرين، الشيست، الأبدومين. البرين انتراكرينيال هيموريج، عرفنا الأسباب، الشيست ريسبيراتوري ستريس سندروم، الأبدومين الإيه الجندس. التلاتة اللي بناخدهم مع بعض وهم الميتابوليك، وقلنا الطفل بيمشي دايما في سكة الهايبو، والهيماتولوجيكال أنيميك، الطفل ده غالبا بيكون أنيميك، والإيميونولوجيكال الطفل ده بيكون عرضة أكثر للإنفكشن. طيب ازاي اشخص ان الطفل ده بريتر؟ والله هو الام اللي جايه المتوجهه لطبيبه او طبيب النساء، من الهيستوري كده الدكتور بيقدر يتوقع ان الست دي على فكره ممكن تدخل في ولاده مبكره وهي لسه اصلا في الشهور الاولى من الحمل بتاعها. ازاي بقى؟ ان هي اصلا اوريدي بتكون قايله له، يا بتقول تكون قايله لها يا دكتوره انا والدة مرتين قبل كده، ومرة سقط، ومرة وابني التاني ده كان ولادة بدري، وده الحمل التالت ليه. فعلى طول once occur three occur، خلاص من previous history by history بقدر اعرف ان الست دي at risk ان يحصل لها preterm labor. طيب نفترض ان دي ست اول ولادة لها مثلا، تمام، وجايالي بعلامات معينة كده، يعني جايالي ان هي بتشتكي قبل الاسبوع 37 دايما بزيادة في الكونتراكشن، الكونتراكشن الفريكوانسي عندها بدأت تزيد، بلس ان بدأ يحصل عندها كرامبس، وبدأت تحس بالفيك بريشر وباك ايك وسيرفايكال تشينجز، الحاجات دي كلها على طول وشي دي داخلة في ولادة. فبنقول ان الايرلي ساين بتاع البريترم ليبر خلاص ان الست دي تبدا الكونتراكشن عندها تزيد، الكرامبس عندها تزيد، البلفيك بريشر يزيد، الباك ايك والسيرفايك يبدا يحصل سيرفايكال تشينجز اللي هي بتاع الولاده، خلاص الست دي ايه داخله في ولاده ايه مبكره. فببدا احجزها وبنشوف يعني هنعمل معاها ايه بعد كده. طيب خلاص بقى الست دي جايلي دلوقتي حالا بايه بقى؟ بعلامات الولاده. يعني بص، في حاجه بنسميها تفاسيح ولاده وفي حاجه بنسميها ولاده. التفاسيح الولاده دي مصطلح مشهور جدا في استقبال النساء. ايه تفاسيح ولاده دي؟ الحاجات اللي ممكن
تحصل لها قبل الولاده، اللي بتنظر ان هي داخله اوريدي في ولاده بس هي ما بتولدش، يعني زي ما قلت لكم كده بحجزها لحد ما اولدها. الحاجات الايرلي ساين قلنا هي خلاص الكونتراكشن جايه زايد عليها، الكرامبس، البلفيك بريشر، وفي وجع في ظهرها، وفي سيرفايكال تشينج. تبدا بقى بعد ده كله بعد فتره معينه تدخل بقى في ترو ليبر بقى، اللي هو بالعلامات بقى بتاعه ترو ليبر، ان ابدا الاقي الكونتراكشن بقت من 3 ل 5 كونتراكشن في 10 دقائق، مده كل كونتراكشن 40 ثانيه، ابدا الاقي ان السيرفايكال تشينج بدا يحصل، فولي سيرفايكال دايليتيشن، فولي سيرفايكال افيسمنت، خلاص الست دي قبل الاسبوع اللي هو ال 37، فخلاص الست دي بقى داخله في ولاده قبل الاسبوع ال 37، فخلاص دي بتولد. تيجي تبص بقى على البيبي بتاعها اللي هو البري تيرم، تلاقوا ان البيبي ده دايما بيبقى عنده حاجه اسمها ريد سكن. ليه ده بيبقى عنده ريد سكن؟ بيبقى عنده ريد سكن لانه بيبقى دايما بيبقى الطفل ده عنده ريد سكن نتيجه الهايبوثيرميا اللي عنده، فالسكن فيزل بتحاول ان هي تفازودايليت علشان تدفي الجلد، بلس ان هو اوريدي الانيميا دي يعني بيبقى هايبوكسيك شويه، فالجسم بيحاول ان هو يعوض موضوع الهايبوكسيا والانيميا ده ان هو يصنع ار بي سيز كتير، فممكن يدخل في حاله من البولي سايسيميا، فالحاجات دي بتعمله ريد سكن. بلس ان في حاجه اسمها الفيرنكس، الفيرنكس ده اللي هي الشيزي ماتيريال اللي بتبقى حوالين الطفل اللي بتكيب التمبريتشر بتاعته. لو انتوا حد منكم شاف اي طفل مولود بيبقى حواليه ماده كده بيضه اسمها الفيرنكس، الفيرنكس ده ما بيكونش لاحق ان هو يتكون، فبالتالي ما بلاقوهوش موجود، الطفل ده بيكون ضعفان كده يعني صغير في نفسه خالص، لا حول ولا قوه، بلاقي عنده ويك كراي، ويك ساكلينج، ما بيعرفش يرضع كويس، ما بيعرفش يعيط كويس، بلس ان البيرث ويت طبعا بتاعه هيكون اقل من 3.5 كيلو جرام اللي هو النورمال بيرث ويت. ده ايه الدياجنوز؟ صراحة سلايد يعني ايه يعني ملهاش لازمة قوي يعني. طيب هاو تو مانج حالة جيالي في بريترم ليبر؟ اول حاجة لو ست دي كانت جيالي في تفاسيح الولادة اللي هي زي اللي احنا قلنا عليها قبل كده في الدياجنوز، وانا بتوقع ان هي خلاص هتدخل في ولادة، ممكن شوية حجزها زي ما اتفقنا لحد ما تولد، بس ان انا ابدا اعمل لها ريست في محاوله مني اللي ممكن يعني ربنا يسهلها من عنده، الطفل ده ما ينزلش بدري عن ميعاده، تبدا تستريح خالص، ما تعملش حركه زياده عن اللازم، مستريحه في سريرها، وابدا اديها توكولوسيس. ايه التوكولوسيس دي؟ التوكولوسيس دي ادويه او دراجز بتقلل اليوتراين كونتراكشن، احنا مش عايزين يحصل اي كونتراكشن، فببدا احافظ على الطفل قدر الامكان جوه الرحم فتره ما لعله وعسى ان شاء الله ربنا ييسر ايه والحمل ده يستمر وما تولدش بدري عن ميعادها. دي لو كانت في ايه في تفاسيح الولاده. طب اوريدي لو كانت جاي استابليشد بقى خلاص هي بتولد دلوقتي دخلت في ترو ليبر، اعمل لها ايه؟ الست دي طبعا لازم بحجزها الاول معايا، تمام؟ قبل ما تولد بحجزها معايا برضو بظبطها، لازم ادي فيتامين كي، اديها حقنه فيتامين كي. ليه اديها حقنه فيتامين كي؟ علشان الطفل ده زي ما اتفقنا بيكون عنده بليدنج تندنسي، فلازم اديله هيموستاتيك فاكتور اللي هو الفيتامين كي. ولو هي هتولد طبيعي، لو هي دخلت في ولاده طبيعي نورمال دليفري، بنقول الابيزيوتومي از ماست. ليه لازم الست يعمل لها ابيزيوتومي؟ لان انا متوقع ان الطفل البريترم ده كلنا متوقعين زي ما احنا قلنا اللي بيبقى طفل صغير يعني لا حول له ولا قوه منكمش على نفسه، بس في حاجه مميزه جدا للبريترم يا دكاتره، ايه هي؟ كان دكتور المندوه دايما يقول البريترم بيبقى بالشكل ده بالظبط كده. ايه الشكل ده؟ هو طفل صغير بس الهيد بتاعته بتبقى كبيرة جدا. ليه الهيد بتاعته بتبقى كبيرة جدا؟ لان بسبب حاجتين، ان هو زي ما اتفقنا بيبقى في حالة هايبوكسيا، فالبرين بتاعه بيبقى فيه فازو دايلاتيشن، فالفازو دايلاتيشن ده ممكن يليك فيخلي الهيد كبيرة بسبب السريبرال هايبوكسيا، فبالتالي الهيد دي كده لما تيجي تخرج من الفاجينا بتبقى الفاجينا ضيقه عليها جدا، فلازم اوسع، تمام؟ لازم اعمل ايه؟ ابيزيوتومي. فبس يعني فعشان كده الابيزيوتومي اذا ماست. طبعا الطفل اللي بيتولد بيكون ايه محتاج حضانه طبعا، عشان نشوف الجوندس اللي عنده، نشوف الريسبيراتوري ستريس اللي عنده، بنتعامل بقى مع الكومبليكيشن اللي هي نتجت من البريترم ليبر. كده يعتبر خلاص خلصنا البريتر ميليبور، هو من المواضيع السهلة جدا، وانتوا ان شاء الله لو سمحت الفيديو ده مش هتحتاجوا بإذن الله مذاكرة تاني يعني. فبالتوفيق يا دكاترة وربنا يوفقكم ان شاء الله.